أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا فيها رابح، كيف لا والتنافس بها على رفع اسم الله. التنافس الآن بين المؤذنين، والمشارك الأول من إندونيسيا يعشق اللغة العربية ويأمل أن يورثها لأبنائه. أنا أصلي من إندونيسيا، والآن أنا مؤذنا في ماليزيا. أغلى ما عندي هم أولادي، أريد أن أعلمه اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة القرآن. الولد الأول أعلمه الأذان. أشكر الله عز وجل أن يجعله مؤذناً في المستقبل. Jika abang ingin berhasil, maka bekerja keraslah. Allah pasti akan menganugerahkan kepadamu. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
الله. الله أكبر الأولى زدت قليلا في الهمزة، ما شاء الله داركتها في الأخير، أذان جميل، اخترت المقام الذي يريح حنجرتك وأديته بطريقة جميلة، كان التأثير واضح في لجنة التحكيم، ما شاء الله تبارك الله، لا أريد أن أزيد، فبارك الله فيك. الشيخ مشاري. يا شيخ ضياء، صوتك صوت من القلب، اليوم أنا أسمع، ما أسمع حنجرة، أسمع قلب يؤذن، كل حب كل مشاعر، عززت لنا يعني معنى علاقة الحب بين الأذان وبيننا وبين الصلاة، وهذا أمر يعني نفتقر إليه. واجعل صوتك دائما من القلب، لا تدخل التكنيك أو العقل في هذا الصوت. لما فكرت أنك تقفز في العوالي خانك الصوت في البدايات، أرى يعني أنك تحقق الهمزة أكثر، تدخل دخول على الهمزة بدون تلكؤ وبدون اهتزاز. شكرا لك.